زينب القادري مصممة الأزياء منظمة العرض الأزياء أفري فتا. هالتظاهرة هذه أول مرة في الرباط، احنا يا شرف لينا حيت الرباط هي العاصمة الثقافة الإفريقية، وفرحنا احنا بأن هي العاصمة الموضة والأزياء الإفريقية. احنا كنا درناها في أول مرة في كازابلانكا، وهذه الثالثة تظاهرة بالشركاء الوزارة الثقافة والشباب والاتصال. حنايا هذا سي مانيفيك، فرحانين وشرف لينا حنايا بالشركاء حتى لا ام سي اي لاجونس ماروكان دو لا كوبيراسيون انترناسيونال، مع الناس اللي مهمين اللي جايين، ولا ميزون دلارتيزون اللي هي بالوزارة الثقافة اللي هي الوزارة الارتيزانة اللي هي مدام فاطمة الزهراء عمور. وكنشكر بزاف الناس اللي تاقوا في هاد ليفينمون هذا، اللي جايه انا جايه غير بالشباب اللي بسيط اللي ما عندوش شي اسم واللي باغيين غير يتعرف. حنا كنعاونوهم باش يتعرفوا من هنا المغرب، كنتمنى يكون تاج الثقافه التقليديه الافريقيه في العالم. محمد بن يعقوب، مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل. اليوم نفتتح الدورة الثالثة لمهرجان أفريفاتا، وهو مهرجان يدخل ضمن تنفيذ برنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية، الذي هذه التظاهرة التي نقيمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بطبيعة الحال بعد حوالي سنة حافلة بالتظاهرات الثقافية الفنية في مختلف المجالات الإبداعية، يأتي الآن دور الموضة أو الموضة الإفريقية لنقيم هذا المهرجان مع جمعية المرأة المغربية العربية الإفريقية للتنمية، والتي اعتادت تنظيمه خلال الدورتين الماضيتين بمدينة الدار البيضاء. هذه الدورة هذه تحتفي بمجموعة من الإبداعات الإفريقية، خاصة إبداعات الشباب الإفريقي، وتحتفي على الخصوص بالمجال الموضة الإفريقية من خلال عروض أزياء سيتم تنظيمها، ولكن أيضا من خلال مجموعة من الورشات واللقاءات المهنية ما بين الشباب الإفريقي، وبتعاون مع مجموعة من الهيئات اللي موجودة هنا بمدينة الرباط والتي تعنى بهذا المجال، إضافة إلى أنشطة أخرى في مجال الفنون التشكيلية ومجالات فنية إبداعية أخرى. اليوم أنا جدا سعيدة أنني في المغرب، البلد المضياف الرائع، وهذه المبادرة أفري فتا تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. اليوم أفخي فتا أقول لزينب القديري، تمكين الشباب، تأطير المرأة، تمكين أصحاب المواهب في عالم الفاشن، فهذه بادرة وبصمة قوية للمغرب وللمغاربة بلم جمع هائل من الأفارقة اللي إحنا اليوم توجها مع صاحب الجلالة في مبادرته أنا إفريقي. إفريقيا اليوم في المغرب، والمغرب دائما السباق، وبلد المضياف وبلد الحضارات وبلد الثقافات، ومن العاصمة الرباط الثقافية سوينا توحد وإيد واحدة للأفارقة ببصمة مغاربية، وهذه هي التوجه إلى العالمية، ونحن أرض العالمية، المغرب وحب المغرب والسيادة والقيادة والريادة. وشكرا لوزارة الثقافة ووزارة الشباب. Moi c'est Nana Fashion, styliste sénégalaise qui vit ici au Maroc et ravie de participer à Afrique Fata pour ce défilé. Merci beaucoup. Je participe à Afrique Fata pour ce défilé et je remercie aussi la directrice Zeynep El Khadri qui m'a donné cette opportunité de participer sur ce défilé Afrique Fata. Je suis Lionel Correa du Bénin, créateur styliste. Je suis ici pour le Afrique Fata du Maroc, je suis honoré, je suis très content d'être ici et je remercie mademoiselle Zinette qui m'a sollicité, qui a cru en moi, mon talent, et qui m'a invité sur cet événement. Je fais un coucou à tous mes frères et sœurs béninois vivant au Bénin, au Maroc.
ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.